مرحبا فيكم في ترند. قدرت إحدى الحدائق في نيويورك أنها تخطف الأنظار في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نيلها لقب أطول خط من طيور الفلامينغو البلاستيكية في حديقة، وذلك في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وقالت مديرة التنمية والاتصالات أن تم تجميع نحو 4300 طير من الفلامينغو، واستغرق التخطيط لهذه المحاولة القياسية حوالي 6 أشهر. وفي إيطاليا تصدر خبر لسيدة اسمها كانديدا يتجاوز عمرها 100 عام بالسماح لها في الاستمرار بقيادة سيارتها بنفسها من عقب ما اجتازت جميع مراحل الاختبار للسياقة بما في ذلك فحص النظر، وبشذي تكون ثالث المعمرين اللي يسمح لهم بالقيادة في إيطاليا. وعبرت عن سعادتها وقالت: أنا محظوظة جدا، عمري 100 عام وما زلت بصحة جيدة، لا أتناول أي أدوية، فقط حبوب منومة مرة كل فترة. خبر حقق تفاعل واسع عبر منصات المواقع الإخبارية العالمية لشركة فرنسية صنعت مقاعد صوتية في طائراتها من خلال تثبيت سماعات في مسند رأس المقعد، وأثناء الارتخاء عليه يتدفق الصوت في أذن الشخص. هذا الابتكار راح يوفر تجربة ممتعة للمسافر وتجربة جديدة في مجال الترفيه الصوتي بدون استخدام السماعات السلكية التقليدية، وراح تفيد كل المسافرين اللي يبحثون عن الخصوصية والعزل الكامل للضوضاء. البرتو أرني فنان مكسيكي أبدع في الرسم على الفواكه والخضروات بشكل غريب ومضحك، وشارك إبداعاته الفنية عبر حسابه بمنصة إنستغرام متابعينه اللي تجاوز عددهم 12,000 متابع. خلونا نتابع بعض أعماله. أكثر من 20 مليون مشاهدة في منصة تويتر، مقطع فيديو أثار إعجاب الكثير لشاب فيتنامي عنده ماعز وقرد صغير في السن، كون معاهم صداقة مغايرة وصار كل يوم يناديهم عشان يأكلهم التوت البري، ويكون دائما القرد متعلق بصديقه الماعز. خلونا نتابع. تختبر منصة تويتر خدمة جديدة مغايرة حتى عن سياسة الموقع نفسه اللي كان دائما يخلي الناس يكتبون الأشياء بالمختصر الشديد، وهذه الخدمة راح تخلي المغردين يكتبون نصوص طويلة ويثرونها بوسائل مرئية مثل الصور والفيديوهات وأشكال بيانية تتخطى حاجز الحروف المحددة في التغريدة الواحدة. وبيتم طرح هذه الميزة أول شيء في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا. مشاهدينا بهالخبر نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، وقبل لا نودعكم ندعوكم لمتابعة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، وباقي من البرامج اللي تقدمها قنوات وإذاعة البحرين عبر تطبيق BHTV and Radio. نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، مع السلامة.